جدتي كبيرة في السن وعليها عدة وفاة زوجها. يقول جدتي كبيرة في السن وعليها عدة وفاة زوجها ولا تستطيع البقاء في منزلها لوحدها لعدم قدرتها على خدمة نفسها، فهل يجوز لها أن تخرج إلى إحدى بناتها؟ يعني تعتد عند إحدى بناتها؟ لا بأس، إذا كانت تحتاج إلى هذا من يخدمها من يؤنسها لا بأس. نعم. وهل يجوز لها أن تنتقل من بيت لآخر؟ قريب لا بأس، وفي النهار لا بأس. نعم.